أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خيرة خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أحبتي الكرام المشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في برنامج جديد وهو برنامج حناجر ذهبية. أقدم لكم في هذا البرنامج سلسلة من الحلقات حول موضوع مهم وهو صحة الحنجرة، وفي هذه الحلقات نتطرق إلى شكل الحنجرة من جانب الفسيولوجي وكذلك الرئتين وطريقة التنفس من جانب الفسيولوجي، ثم ننتقل إلى الرياضة وصحة الجسم وآثارها على الصوت والأداء الصوتي، ثم ننتقل إلى نصائح المدربين الصوتيين في مجال الأكل والشرب، وكذلك إلى عادات حسنة يستخدمها القراء في المحافظة على الأوتار الصوتية، ثم ننتقل إلى موضوع مهم وهو طريقة التنفس الصحيحة والمحافظة على النفس في الرئتين من خلال تمارين خاصة بالتنفس، وكذلك ننتقل إلى موضوع محوري ومهم وهو التمارين والتدريبات الصوتية. ونأخذ سلسلة طويلة من هذه التدريبات في طبقة القرار للمحافظة على الأوتار الصوتية، وكذلك منع الشد العضلي والبحة والشحرجة اللي تصيب الحنجرة. وفي هذا البرنامج نستضيف نخبة من المختصين في المجال الصوت، ونأخذ منهم معلومات مهمة للمحافظة على الأوتار الصوتية والصوت للقراء والأداء التصاعدي للحنجرة الذهبية. كلها هذا وأكثر تشاهدونه في برنامج حناجر ذهبية. لكن أود أن أبين أن المشاهدة يجب أن تكون متسلسلة للحلقات. تنشر هذه الحلقات على قناة مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي لهذا المركز. في أمان الله.